بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. طلاب الأعزاء، أهلا وسهلا بكم مجددا في قسمنا الثاني من علم تشريح جسم الإنسان الوصفي. في هذا القسم سنتطرق إن شاء الله لدراسة تشريح الطرفين العلوي والسفلي، ولذلك قمت بإعداد هذه المقدمة حتى أقول لكم بعض الملاحظات الهامة جدا حول هذا المنهج. أبنائي الأعزاء، كثير من الطلاب يهملون هذا القسم من التشريح ولا يعطونه حقه الذي يستأهله من الأهمية. ما هي الأهمية التي يكتسبها هذا القسم؟ أولا، هذا القسم هو أسهل قسم في تشريح جسم الإنسان، لذلك فالحصول على معدل عال فيه أمر سهل مقارنة بغير أقسام، وهذا الأمر رغم أنه أمر نفعي ولكنه شيء أساسي بالنسبة للطلاب حتى يحسنون معدلهم أو مستواهم في الدرجات. الشيء الآخر، أن هذا القسم رغم أنه قد يبدو غير مهم لغير المختص، ولكن لو حسبنا كتلة جسم الإنسان لاكتشفنا أن جسم الإنسان تشكل الطرف العلوي أو الطرفين العلويين أو الطرفين السفليين أكثر من نصف وزنه. عند الشخص العادي غير البدين يكون الوزن أكثر من ذلك، قد يبلغ 60% من الوزن. فمن الناحية الكمية تعتبر الأطراف أكثر من نصف الجسم. أيضا من الناحية الوظيفية، كما تعلمون ما هي أهمية اليد وما هي أهمية القدم وما هي أهمية كون الإنسان يعمل ويتحرك. أيضا من الناحية السريرية الطبية، هناك عدد كبير من الاختصاصات تختلط بهذا القسم، فإن كان اختصاص الجراحة العظمية أورثو أو الجراحة العصبية نيروسيرجري أو فاسكولار الجراحة الوعائية أو علم المفاصل أو علم العضلات أو أمراض العضلات، كل ذلك يكون مركزه محور اهتمامه الطرفين العلوي والسفلي. لذلك أدعوكم طلابي الأعزاء إلى بذل الجهد والاهتمام لهذا القسم كغيره تماما. أغلب الطلاب يهتمون بدراسة الدماغ والقلب، وذلك أمر جيد ومستحب، ولكن لا تهملوا الطرفين العلويين والسفليين، ففيهما الكثير من المواد والمعلومات المفيدة، وهما بالنتيجة أسهل من غيرهما. في هذا الفصل ستكون طريقة العمل مختلفة عن الفصل الأول أو القسم الأول. في هذا القسم سنقدم لكم محاضرات بوربوينت، محاضرات عبارة عن صور وسلايدات مع شرح كامل. أتمنى منكم جميعا أن تحملوا مع الشرح كتابا من جامعتكم أو كتابا مرجعيا، أي كتاب مرجعي حول العالم باللغة العربية أو الإنجليزية أو حتى باللغة، أي لغة تعرف أنت أن تقرأها كالفرنسية مثلا، وتتابع معنا باللغة العربية والإنجليزية ما سنقدمه في المحاضرات المتتابعة. مع ملاحظة شيء، أنا لن أقوم بشرح كل شيء نظريا، يعني هناك أحيانا قد أوفل شيئا قصدا أو على غير قصد. أنا سأركز على تبسيط الأشياء الصعبة وذكر بعض الأشياء البسيطة وتكرارها، ولكن إذا أغفلت ناحية نظرية فهي موجودة في الكتب. عليكم أن تمشوا مع هذا المنهج خطوة بخطوة مع التركيز على ما يلي. عندما نكون في دراسة العظام ركزوا على العظام، لا تلتفت أخي الطالب إلى ما يذكر من أسماء عضلات وأوعية وأعصاب ترتبط بهذا العظم. احفظ العظم فقط، وهذا أمر بسيط بداية. لا تحفظ مع العظم أسماء العضلات وأسماء الأوعية وأسماء كل شيء أرتبط به، لأن ذلك سيتوهك وسيضع العوائق أمامك منذ بداية الفصل. في البداية نقرأ العظام فقط، ثم ننتقل لنقرأ العضلات فنجد أننا فهمنا العظام وبدأنا بفهم العضلات، ثم ننتقل للناحية الأكثر أهمية اللي هي الحزم الوعائية والعصبية، والتي ستكون نهاية الدراسة والتي ستكون الأصعب والتي يأتي منها أسئلة أكثر والتي تهم الطبيب أكثر، ولكن بالنتيجة هي عملية مكملة لبعضها. وكما ذكرت لكم في القسم الأول، عندما تفهم شيئا ما لا تحاول ربطه بشيء آخر مباشرة. أنت الآن ما زلت طالبا، عليك بفهم التشريح رجلا موضعيا جزئيا، ثم لاحقا إن شاء الله ستستطيع وصل هذه
الحلقات مع بعضها أو وضع البازلز مكانها حتى تتكون لديك صورة كاملة لتشريح الطرفين العلوي والسفلي. ولا نغفل أيضا في النهاية أهمية دراسة المفاصل التي سنتطرق إليها أيضا، ولكن بشكل يعني مختصر يفيد طلاب الطب. فأتمنى منكم المتابعة. وملاحظة أخيرة، في هذا القسم سنجعل علامة النجاح فقط 60% وليس كالقسم الأول، لأن المقدمات كان يجب على الطالب أن يحفظها كلها، ولكن الآن نحن الآن أمام مادة رسمية ستكون علامة النجاح فيها إن شاء الله تعالى 60%. وأتمنى لكم جميعا النجاح والتوفيق، ولا تقصروا في طرح الأسئلة وسأسعى للإجابة عليها قدر المستطاع رغم انشغالي الشديد. وأيضا لا تقصروا في نشر المعلومات بين أصدقائكم، فرب مبلغ أوعى من سامع، كل منكم يعرف أن لديه صديق أو أخ طالب طب، فليدعوه لمتابعة هذا القسم، وإن شاء الله تعالى ستجدون أشياء جديدة معنا ومع رواق. ووفقكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.